محمد مهدي القعشة. من محمد مهدي القعشة؟ المرحوم محمد مهدي القعشة شاب يمني زي الورد، تم دفن جثته بالأمس في تعز بعد مكوثها في المستشفى 44 يوم. طيب إيش قصته؟ مغترب يمني فتح الله عليه، عمل بيت ولا أروع في مدينة النور بتعز. جاءت الحرب، تحولت المنطقة إلى منطقة عمليات عسكرية وتم إخلاء المنازل، وبقدرة قادر أصبح بيته أحد مقرات اللواء 17 الذي يقوده القائد عبد حمود صغير. انتهت الحرب في تلك المنطقة، تم تسليم المنازل للأهالي. جاء الأخ محمد مهدي، اشتي بيتي؟ ما فيش، هذه منطقة خطرة عادة. طيب راح لقائد المحور، راح للمحافظ، وراح للجهات المختصة، وجاب توجيهات وأوامر رسمية. قالوا يا فندم، حصلت المحادثة الشهيرة اللي سمعناها قبل شهرين، اللي سجلها المكالمة ونشرها، انه يا فندم عبدو، يا استاذ عبدو، يا من عاسلم لي بيتي، انا ارجوك. بقول لك ما في، روح لك. طيب يا فندم رد لي على التوجيهات، انا جايب لك توجيهات خطية، رد لي عليها خطيا. قال له، قل لك ما فيش، روح لك. وبلع غيظه، يعني تخيل مغترب اغترب سنوات وعمل له بيت وبهذا القهر. بعدها بثلاث ايام قتلوا افراد من اللواء 17 وهو خارج يدي زبادي لبنته، مدري ايش يدي من البقالة. ظهر عبد حمود صغير وقال سلمنا القتلة الى الجهات المختصة، الى الشرطة العسكرية، ورفضنا الحديث في هذا الأمر رغم الكثير والرسائل. تحدث يا أخي، خاف الله، ليش ما تحدثوش على هذا؟ ليش ما ظل ما تتحدثوش على بعد شهر ظهر قائد الشرطة العسكرية الخولاني صوت وصورة يقول لم يسلم لي قتلة الشهيد محمد مهدي، بالأمس تم دفن جثته. وبعد الدفن جاءوا أسرته، يا فندم عبدو، يا من عطي، بفتح لنا البيت نعمل بالعزاء، العزاء على الشهيد اللي مات ويدور بيته. رفض. هذا ما أكده أهالي وأفراد أسرة الشهيد محمد مهدي القعشة، وقد لامونا كثيرا، ليش ما تتحدثوش يا أخي؟ أنت بتقول هذه صفحة للناس والمشاكل للناس، ليش بتتحدث على قضايا الأخرى؟ إحنا دائما نهرب من القضايا التي تأتي من تعز، وقد قلت سابقا أنه لا يمكن أن نتحدث عن قضية تأتي من تعز إلا إذا حال عليها الحول لكمية التناقضات المهولة التي تعيش في تلك المنطقة الجغرافية. لكن